ده الاعتصام اللي قدام مجلس الوزراء، في يافطة على البوابة من شباب محافظة البحر الأحمر بيطالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة. ده المستشفى الميداني اللي معمول عند مجلس الوزراء للاعتصام عشان حصل أي حالات إصابات أو استشهاد. وده الشارع، في مئات المعتصمين دلوقتي، نتمنى ان هم يزيدوا، بس مانعين كمال الجنزوري من اداء عمله. طبعا كويس، والخيام هي بدات تتنصب. يمكن عشان في جرافيتي معمول على الحيطه. الوزراء هنا Thank you.